الحياه، كيفكم؟ شخباركم؟ طبعا زي ما تعرفوا انه انا انسانه ما عندي سالفه، اطول شعري وارجع اقصره، اطول شعري وارجع اقصره، وعلى كذا يا جماعه، على كذا. المهم من فتره طويله، يعني كذا يومين ثلاثه، بدات هذه الافكار تجي وتلعب براسي، ونفسيتي المدمره قالت لي يا الله، جت هذه النفسية خير ان شاء الله. ايش تبغين؟ يعني وش الملل هذا؟ نفس الشكل. طب غير يا كشة شوية. وش دخلك؟ طبعا حبيبتي، مو انت اللي تضطري تتعاملي مع فصلاتك وهرموناتك المضروبة لما تتوهقي بشعرك وما تعرفي كيف تسرحي. عادي، ترى انا عاجبني كذا، انت ايش دخلك؟ والله اذا ما قصيتي راح تندمين. طب اسكتي، اقول خليني اشوف المتابعين ايش يقولون. او ماي جاد، الاغلب قال اقص شعري. شفتي؟ والله انهم افهم مني. خلاص، ترى مو عشانك، عشان متابعيني يبغوني اغيره. شفتي يا جماعه، ترى انا مالي صلاح، انتوا ونفسيتي المدمره لعبتوا بعقلي، انا مالي صلاحه من الان قلت لكم. مو تقولوا انت ما عندك سالفه بس تقصي وترجعي تطولي، وتقصي وترجعي تطولي. يلا المهم خلونا نروح نغير الان، ما ورانا شيء، لعل وعسى، يعني لعل وعسى انه نفسيتي تتصلح شوي، يعني نحاول نبسطها. طيب يا النفسية، شوفي وش جايبت لك، بوكس كامل من شيئين، وانا عارفة انه شيئين دائما يعدل مزاجك. بوكس من شيئين، او ماي جاد، والله انك صادقة، هذا احلى شيء يغير مزاجي. يلا افتحي الان. لا 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 لا، خليه بعدين مع النيو لوك اوريك الاشياء اللي جبتها الحلوة. ما اقول لحسب الله عليك، فرحتيني. يلا يا جماعة الى التغيير. اوكي جماعة، وصلت. طبعا اليوم راح اشيل اكستنشن، هتشوفوني بشعري قصير، راح اخذ بريك، بس البريك حيكون كامل لمده 24 ساعة بس، لانه بكره راح ارجع واركب هذا الاكستنشن. فبس والله ان شاء الله خير. يا جماعة طلع المكان اللي رحت له غلط، العمارة الغلط، قاعدة ادق على الناس، افتحوا لي، قالوا لي ايش تبغي انت؟ اقول لهم هذا مو مكان الاكستنشن والشعر، قالوا لي لا. فانا غلطت بالعمارة، الحين حروح المكان الثاني. فوق ماني متأخرة كمان، غلطت في المكان. اوه ماي جاد، وهذا هو الشعر يا جماعة بعد ما شلت الاكستنشن، رجعنا للشعر القصير. لكن يا جماعة ما حخلي كذا، راح اروح اقص كمان تخيلوا، يعني بس لا تحسبوني حقص كثير انه بوي وكذا، لا بس حقص الاطراف، لانه الله لا يوفقها اخر واحده قصت لي يا جماعه، يدها اثقل من حياتي، مو راضي شعري يطول ابدا، صاروا تقريبا نص سنه على نفس الطول، تخيلوا. اوكي يا جماعه، جهز الحين راح اروح الصالون اقص اطراف شعري، بس اطراف مو هذا، انا ما نبغى نتهور يا جماعه. المهم وصلت الصالون، والله حماس، ان شاء الله يا رب يدي تكون خفيفه وشعري يطول يا رب. يعني انت يدك خفيفة ان شاء الله صح؟ لأن اخر واحدة قصت لي، يا الله. لا ما تقلقي، حتى انت شعراتك تعبانة. ايه تعبانة كثير مو شوي. انا بس بدي اصلك هلا مشان بس يرجع يطول. ايه ان شاء الله. اوكي يا جماعة، الحين راح نقص ان شاء الله بعد يدها، ان شاء الله صح، بعد شهر كذا اجي عندك الاقي شعر لين هنا. في حياتي هذه ما صارت، بس ان شاء الله تصير. اوكي يا جماعه، خلصنا وقصينا، طبعا سويت لي القصه ستريت، لانه انا قصه شعري كانت كذا زي المدرجه وما ادري ايش اسمها، المهم سويت لي اياها ستريت كامل، وقصت لي كمان الغره اللي انا احبها، غره الستاره، ما شاء الله الليس اللي عندها يسوي لمعه مو طبيعيه للشعر، شوفوا اللمعه اللي فيه. طبعا هنا سويت لي ليس شويه مره حلو، لازم اسالها ايش الليس لانه مره عجبني. شوفوا بنات، هذا هو الليس، هذا الشركه اسمها ادور، بس قالت لي انه حرارته توصل 400، هذا اللي يخلي فيه لمعه بالشعر، بنفس الوقت الدرجه الحراره العاليه مره تدمر الشعر، فعشان كذا هو افضل للصوالين اللي يستخدموا كيراتين وهذه الاشياء. المهم يا جماعه خلصنا وقصينا، الحين شيطاني وسوس لي ونفسيتي المدمره تقولي ليش ما ترجع تركب اكستنشن؟ جماعه قلت لكم ما اتوب، بس مو الاكستنشن الطويل، خلاص دامنا الحين بالشعر قصير راح اروح اركب الاكستنشن القصير عشان بس يعطيني شويه فوليوم، انا ما حركب كثير، حركب كذا كميه بسيطه بس عشان تعطيني فوليوم.
اوكي يا جماعة، وصلت الصالون. زي ما قلت لكم ما حركب كمية كبيرة، راح اركب بس يدوب عشان يعطيني فوليوم تحت اكثر، يعني يكون فوليوم متساوي فوق وتحت. بس بدينا الحين نركب، الحماس مليون يا جماعة. طبعا الطول حيكون تقريبا زي طول شعري. اوكي يا جماعة، رجعت البيت والحين حوريكم شعري كيف صار. 1 2 ما تغير شيء. اي والله يا جماعة، زي ما انتم شايفين ما تغير شيء، لكن حبيت شوية اضيف فوليوم لأطراف الشعر، فعشان كده يمكن انتم ما تنتبهوا لاني اضفت كمية مرة مرة بسيطة من الاكستنشن بس عساس يعطيني شوية فوليوم، لانه انا عندي فوليوم هنا من فوق، من تحت شعري اخف، عشان كده حبيت انه يكون كله فوليوم واحد من فوق وتحت. قولوا لي ايش رايكم. كل ما اجي عند المرأة واشوف نفسي وشعري القصير اقول بسم الله من هذه، لاني تعودت كذا على الشعر الطويل، ما ادري تعودت على الكشه الشعر اللي في كل مكان، فالحين احس نفسي كذا شكلي مرتب اكثر. ما ادري، قولوا لي انتوا ايش رايكم، اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش الاحلى علي، الشعر القصير ولا الشعر الطويل، ولا انتوا يعني حلو التغيير. انا عن نفسي مره 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 اطفش من الشعر، اللون القصه لازم كل شهرين او ثلاثه اغير، يعني اكيد صرتوا حافظين وتعرفوني. فحبيت هنا اوريكم القصه اكثر، طبعا لاني لابسه اسود فما تبين كثير، لكن شوفوا الطول لين هنا. خليت تقص لي اياه كذا ستريت قطعه واحده، ولانه هو كان شويه مدرج، وكمان بالنسبه للون استشرتكم يا جماعه، قلت لكم اصبغ اسود او اخليه، فالاغلب صوت وقال لي خليه زي ما هو، فعشان كذا خلاص خليته ما صبغته. ان شاء الله نفسيتي ما تتدخل وتخليني اصبغ. شوفوا ايش عندي يا جماعه، طبعا هنا درج الباروكات اللي احفظ فيه الباروكات، وشوفوا ايش جايبه معي. صبغة باللون الأسود يا جماعة، شايفين بلاك، يعني محطوطة هنا في الدرج، لا مو واحدة، اثنين كمان، على أساس إذا بيوم من الأيام فجأة كده قررت إني أصبغ ما يحتاج أتصل على الصوالين وأخذ مواعيد، على طول عندي صبغة بالبيت. بس إن شاء الله ما يجي هذا اليوم. المهم يا جماعة، بما أني وعدتكم ووعدت نفسيتي المدمرة اللي الحين مفروض تكون راضية عن النتيجة ومبسوطة، أنا عن نفسي صراحة مرة مبسوطة بالنتيجة والحمد لله، حسيت أن نفسيتي تغيرت 180 درجة. فزي ما قلت لكم بداية الفيديو، وصلتني شحنة من شي إن، وشي إن من أكثر المواقع اللي أحبها في العالم. ليش؟ لأنه في شي إن دائما ألاقي كل الأشياء اللي تخطر في بالي. وأكيد يا جماعة يعني ما يحتاج أعرفكم على موقع شي إن، لأنه موقع غني عن التعريف، فيه حتلاقوا كل الأشياء اللي تخص الملابس النسائية، الملابس الرجالية، ملابس الأطفال، وحتى عندهم كمان ملابس للقطط وألعاب وأشياء تجنن. حتلاقوا عندهم مستلزمات البيت، حتلاقوا عندهم مكياج، حتى حتلاقوا عندهم كل شيء. فشوفوا يا جماعة الأشياء اللي وصلتني هنا، يا الله. طبعا بنات بعد ما تخلصوا هذا الفيديو روحوا تطبيق شي إن وشوفوا الخصومات اللي مسوينها بمناسبة الجمعة البيضاء، عندهم خصومات توصل ل 85%، متخيلين؟ وكمان أكيد جبت لكم كود خصم يخصم لكم فوق الخصومات الموجودة، فكود الخصم حيطلع لكم هنا على الشاشة، لا تنسوا تستخدموه، وحيعطيكم خصم على أي شيء وبأي قيمة أنتوا حابين تطلبوها. المهم خلونا الحين نطلع الأشياء اللي جبتها وأوريكم. طبعاً جبت هنا ملابس، جبت أشياء تجنن. أوكي بنات، حطيت كل الأغراض، خلونا نبدأ أول شيء بالشوز الوحيد اللي طلبته اللي مرة حبيته. Oh my god، شايفين الجمال يا بنات؟ شايفين الكياتة، صندل صغير، الكعب شوفوا قديش تدوفة قد كذا. أنا صراحة ما أحب ألبس الكعب، فهذا جدا مناسب، وطبعا الشكل مرة حلو، أنيق وأبيض، يليق مع كل شيء. فهذا هو أول شيء طلبته من شيئين، هذا الصندل أو الكعب اللي يجنن. الله قديش ناعمة يا بنات، هذه منشفة مايكروفايبر اللي طبعا يتابعني في السناب، رمز السناب، تعالوا ضيفوني، حتشوفوا دائما العناية اللي اسويها، وبعد ما اخذ شاور دائما اكون لابسة هذه المنشفة. هذه المنشفة مرة حلوة، تمتص كل الموية من الشعر، وبنفس الوقت ما تضر الشعر ابدا، لانها مرة ناعمة وما تقطع الشعر، مرة صراحة احب استخدمها. والحلو فيها انه في هنا زي ما تشايفين زي المطاط، وهنا في زي الزر،
يعني لما تلبسوها الحين حوريكم. اوكي بنات شوفوا الحين انا لبست المنشفة هذه مرة مريح، يعني ما تحتاج انكم تفركوا شعركم بمنشفة ثانية او تقعد 6 شهور. انا احب البسها لما تشيل كذا حوالي 30-40% من الموية من شعري، بعدين ابدا انشفه بالهواء. شوفوا ورا بس تقفلوها كذا بالمطاط وخلاص تظل هي ماسكة وما تنزل معاكم. مرة حلوة انصح فيها. شوفوا كمان ايش طلبت. طبعا بما اني دائما اسوي لكم عناية وحركات بركات في السناب، اهل السناب حيعرفوا كل شيء، فطلبت هذا الشيء يا جماعة. هذا تستخدموه لما حابين مثلا تحطوا مكياج، تحطوا ماسكات عشان تشيلوا الشعر من وجهكم ما يضايقكم. فهذا حلو انه ما يضغط، لانه انتوا تتحكموا بقوة الربط اللي تبوه، يعني تبوه مرة يكون مشدود على الراس او تبوه كذا خفيف. فمرة حبيت. كمان في منها الوان كثير بس انا شفت اللون اسود عشان ما تتوسخ. اوه ماي جاد. اوكي بنات خلوني الحين اوريكم هذه الملابس اللي جبتها. الله عليا شوفوا ايش جايبه. جبت طقم طبعا بنطلون رياضي اللي هو سويت بانتس طبعا باللون الاسود، ومعاه يجي هذا الهودي. شوفوا على فكره طبعا انا جبت كذا لون اسود محايد على اساس انه انا وعبد الرحمن نلبسه مع بعض، يعني هو بالاحرى لعبد الرحمن بس ممكن نزرف يعني شويه ما يضر عادي صح؟ شوفوا كمان ايش جبت. هذا البليزر طبعا يبغاله كوي بس مره عجبني اللون، لون كذا ازرق على سماوي على رمادي، مره حبيته. ما شوفوا ايش طلع لي. او ماي جاد شوفوا الجاكيت هذا او البليزر ما ادري يسموها يا جماعه، حبيت. شوفوا اليد كذا جلد وهنا قماش وحرف الاي اميرة. او ماي جاد حبيت يا جماعة، والله احب اموت في هذه الاشياء اللي تكون كذا سايز الكبير الباقي الرياضي، اموت في هذا الستايل. فهذه مرة مناسبة الحين الاجواء الشتوية. ليش؟ لانها تدفي وكذا هتحس قماشها مرة ثقيل. شوفوا يا بنات جبتها كمان باللون البني الفاتح او البيج، اللون يفوز كذا مع بنطلون ابيض حتطلع نار وشرار، او حتى عندي بنطلون نفس هذه الدرجه. مره حبيتها قماشها ناعم ويدفي. يو 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 عرفتوني ولا لا من هذه يا جماعه؟ شوفوا 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 الجمال لايق مع بنطلون الجلد اللي انا جايبته. جماعه يجنن. طبعا هذا جاكيت جلد زي اللي عندي بس مو زي اللي عندي، تحسوه جلد بس شيء ثاني. شوفوا يا جماعة قفلته، طبعا في هنا جيوب. واو حبيت حبيت، احب الجلد احب الجلد بكل انواعه واشكاله. الجاكيت هذا مرة يفوز، حلو فيه انه كذا قصير وستايله مرة حلو كذا شيك وبنفس الوقت مرتب. اوكي يا جماعة خلونا نشوف اللي بعده. شوفوا يا جماعة هذا البلوفر، طبعا تعرفوني كمان اموت في اللون الرمادي، فطلبت هذا البلوفر خلونا نجربه مع بعض. شوفوا يا بنات التوب كيف يجنن، حبيت حبيت الفت. اتوقع فيه له اكثر من لون، طبعا روابط كل القطع والاشياء اللي لبستها اليوم حتلاقوها تحت في الصندوق الوصف، اي قطعه عجبتكم ممكن تلاقوا رابطها تحت. كمان لا تنسوا تستخدموا كود الخصم. مره حبيت عشقي للون الاسود يا جماعه. باقي اخر قطعه جبتها باللون الاسود، في قطعه ما قد لبست شيء زيه من قبل فحخليه اخر شيء. الحين خلونا نلبس القطعه اللي قبل الاخيره. شوفوا يا بنات القطعة قبل الأخيرة، طبعا قطعتين. أنا طلبت بنطلون يكون كذا زي السويت بانتس. شوفوا الأجيوب اللي هنا مرة حلوة، طبعا بنطلون مرة ثقيل يعني يدفي. وطقمت معاه هذه البلوزة، البلوزة طبعا جاية كذا كمان هاي نيك يعني تغطي الرقبة ومن هنا في حركة مرة حلوة. شوفوا يا بنات القطعة الأخيرة إيش رأيكم؟ حبيت حبيت. طبعا هي جاي قطعتين، فستان أسود يجي ماسك على الجسم وفوقه تنحط هذه القطعة طبعا تكون ماسكة من الرقبة. حسيتها شيء فخم كده تناسب العيد الوطني، تناسب كده حفلة، تناسب شيء كده تراثي فخم. مرة مرة حبيت القطعة.
وبس والله يا بنات هذه كانت اخر قطعه وصلتني اليوم من موقع شي ان. زي ما قلت لكم شي ان الحين عاملين عروضات نار وشرار، فروحوا لحقوا عليها. كمان لا تنسوا تستخدموا كود الخصم، ورابط كل قطعه لبستها اليوم حتلاقوها تحت في صندوق الوصف. وبس يا جماعه قولوا لي ايش اكثر قطعه عجبتكم، وقولوا لي ايش رايكم بقصتي الجديده ونفسيتي اللي لعبت عليها بس الحين بعد ما قصيت شعري، بعد ما سويت نيو لوك، بعد ما فتحت الشحنه هذه احس النفسيه قاعده ترقص رقص. سبحان الله احنا البنات النفسية عندنا تلعب دور مرة مهم، يعني ممكن نسوي شيء بسيط نحس ان نفسيتنا مرة تغيرت. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش الاشياء اللي تتسووها عشان تحسنوا من نفسيتكم، ابى اشوف رايكم وابى اشوف الاشياء اللي تتسووها. انا عن نفسي العب شعري دائما واسوي لي ماسكات وعناية، انظف البيت، احيانا اطبخ، هذه الاشياء كلها تساعدني اني اخفف من نفسيتي واحسنها. المهم يا بنات بكذا اكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية فلوق اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معايا. اذا ما تتابعوني على سناب تعالوا تابعوني هناك، وكمان تعالوا نوصل القناة للمليون يا جماعة، بليز بليز خلونا نحتفل هنا مع بعض، خلونا نسوي حفلة كذا مليونية، حكون مرة مبسوطة، والنفسية يعني حتكون أسعد من السعادة نفسها. فيا بنات إذا كنتوا تشوفوا هذا الفيديو وما كنتوا مشتركين اشتركوا وفرحوني وسووا لي لايك لهذا الفيديو، أحبكم كثير وإن شاء الله أشوفكم على خير بفلوق ثاني. باي.